بسم الله الحمد لله. ربنا اجعلنا دعاة السلام ومحبه وئام يرحمه. ولا تكتمونه متدرقوش وباكم تريد la vision du peuple, c'est-à-dire montre bien le texte initial. Ils n'ont pas fait ça. Donc, ce sont des gens qui sont rebelles à l'endroit d'Allah. Regardez bien en tête ce qualificatif. Du coup, voilà, Tertumuna ou Katamu, Katamu Asmi. Quand on appelle الغوه أي الغوة عبر عرض الحائط أو لم يقترب إلى قيمته، يعني لا تقتدر بقيمة التوراة والإنجيل. ما أنت أيها مسيتك بالله، فأنت كافر بالله ومتمرد على الله. الله يأمرك كله لا تكتم ولا تطرح جانبا، بل وصل للناس أمانة من الله صالح الناس. فإذا به اليهود والنصارى اتفق على النصارى لهم حيث لا يعلمون، ولمن وفق بهم وهو من الغافلين عن حقيقتهم في الحقيقة المشوية للنص الإلهي المنزل. والحمد لله بالتمام والكمال، نحن دائمون على حمده سبحانه وتعالى.